ايه اللي ممكن يحصل لما تظهر نسخة بشرية لأشخاص ماتوا فقدناهم او نسخة بشرية ليك انت شخصيا؟ ده اللي بيتوقعه العالم البريطاني السير جون جوردن الحائز على جائزة نوبل للطب والمشهور بالدراسة اللي ساهمت في استنساخ النعجة دولي سنة 1996. ده غير انه استنسخ ضفادع في الخمسينات واغنام في الستينات. العالم ده بيقول ان خلال النص قرن القادم هيكون في محاولات لاستنساخ بشري بعد نجاح التجارب الجديدة في استنساخ الضفادع، وبالتالي من الممكن ان نفس التجارب دي تنجح على البشر والثدييات. طبعا الحكايه دي هتثير مجموعه من القضايا الاخلاقيه المعقده، ومش سهل ان البشر يتقبلوها الا اذا كانت تقنيه مفيده طبيا. في الماضي الاشخاص ما كانوش بيثقوا في نتائج مختبرات الاخصاء، وبالاخص عشان الضجه الاخلاقيه اللي حصلت وقتها، لكن التفكير ده اتغير بعد ولاده لويس براون اول طفل انابيب سنه 1978. التطورات الكبيره اللي بتحصل في اساليب الاستنساخ في الوقت الحالي لازم تختبر على الحيوانات الاول قبل ما يتم تطبيقها على البشر. وللعلم الغالبيه العظمى من الحيوانات المستنسخة دي هي أجنة مشوهة. علمياً عملية استنساخ الإنسان معناها وجود توأم، يعني في طفل أول اتخلق، أما بقى الطفل التاني فهو نتيجة استنساخ لطبيعة موجودة أصلاً باستخدام بويضات الأم وخلايا الجلد من الطفل الأول. ومين عارف ما يمكن بكرة يستفيد الآباء اللي فقدوا أطفالهم من عملية الاستنساخ. وبس كده خلص الكلام.